اولا شكرا سي فريد الفنان الجميل، مو النكته الجميله، احنا راه متبعينك وانت ديما معنا هذه اولا. وشكرا لهذا المنبر ديال الانفاس اللي ديما معنا، كنا مهرجان تيكون موسينا، كنا في الادوار تنصوروا في التورناج معنا تكون فنان باش يجيب فنانه. هذا مدير كاستين ماشي هو واحد تيلتق الناس من القهاوي او من الشارع ولا هادي ويجيبهم التمثيل، هذاك ماشي مدير كاستين. ديال الكاستين كتريح مع الشركه مع المخرج اللي تاخذ السيناريو تقراه، تقرا السيناريو وتشوف الادوار اللي تصلحوا لكل فنان، كان شاب او ممثل قديم او جديد او اي حاجه. المهم تقرا السيناريو تعطي الادوار، تختار واحد خمسه واحد الشخصيه فيها خمسه الناس مثلا كلهم يلعبوا ديك الشخصيه، تتريح مع المنتج والمخرج توريه. هذيك الساعه تيتم الاختيار مع المخرج والمنتج على اي واحد اللي اختارين. تناخذوا حنا مثلا واحد غيلعب دور محامي، راه هاد الخمسه الناس كلهم تيقدروا يلعبوا لك الدور، غير تبقى الاختيار وعلى حساب الشركه واش غتفاهم مع الممثل في الكاشي ديالو ولا ما تفاهمش معاه. الا تفاهمت معاه راه تدخلوا، ما تفاهمش معاه كاين بلان اون بلان بي بلان تروا، تقدر تاخذ هذا الاول تقدر تاخذ الثاني تقدر تاخذ الثالث. غير هو راه ما يمكنش تاخذهم بخمسه راك الدور، هذا هو الاختيار الكاستين. انت خصك تكون مدير كاستين يكون عندك السيناريو تقراه كما قلنا في الاول. دابا الميدان تخلط، دابا الميدان تخلط، ولاو بعض الاوباش الله يسمح لنا منهم تيبغيو يستغلوا الفتيات ويستغلوا الشباب اللي بغى يبانوا، كاين الدراري صغار شباب بغى يبانوا تا هما في التلفازه بغى يبانوا في السينما تيستغلوهم تيستغلوا الفتيات. وتينوضوا في فيسبوك اللي ما تعجبنيش انا في فيسبوك تيلوح انا فلان وفلان ديريكتور دو كاستين مدير كاستين، هو ماشي مدير كاستين. هاد الناس يديروا القضيه خويا يتعاقبوا على كي حيت ماشي غير جي وكون مدير كاستين. حنا باش ولينا مدير كاستين تعذبنا كدا 30 سنه على هذا الميدان كممثل كمدير كاستين كديريكتور ارتستيك دي فيستيفال ولا بدا شركه الانتاج. هاد الناس تكرسوا على هذا الميدان وين الفاطمه ماشي ديالهم، ديال بعض الشركات ماشي شركات كلهم، بعض الشركات اللي تيخليو المدير كاستين ويخليو الفنانه ويجيبو واحد لا علاقه في الميدان من الاولين تيجيبو فيغيرو يعطيو دور ديال الممثل ويخليو الممثل مريح في قهوه ما عندوش باش يشرب قهوه، ما عندوش 1000 فرانك يشرب كاستين بالريتيتين يتسنى غادي يخلص عليه، يخليو مريح ويجيبو فيغيرو ويعطيوه دور ديال الممثل اللي غيتعذب معاه لي تيكنيسيان الكاميرا وتعدي مع المخرج وتعدي مع كلشي. حنا ما تلوموش فيغراسيون، فيغراسيون الحمد لله السينما التلفازه والمسرح عطات فرص لهاد الناس اللي كانوا اكثر ما خدامينش ولاو دابا خدامين الحمد لله تيترزقوا الله من هاد العمل السينمائي او التلفازي. اكثريه الناس مساكن ولاو خدامين بهاد الشيء، الله يعاونهم الله يسر ليهم، حنا ما حسبناهمش بغيناهم يخدموا ولكن يكون واحد المرتبه ديالهم. ما تجيش انت فيغيرو وتاخذ بلاصه فنان او تاخذ بلاصه مدير كاستينغ تبدا دير الكاستينغ ومدير كاستينغ مريح. انت اين كاستينغ غدير؟ راه ما يمكنش غدير تجيب ممثل ولا تجيب ممثله ولا تجيب دريات لي صداك ولا هادو، راه غتجيبها فيغيرو معاك. ولكن الشركه تعطيك الفرص، وكاين شركات اللي تحترموا الميدان ديالهم وتحترموا تعيط على مدير كاستينغ وتريحوا معاه. نجي معاك لك السؤال اللي قلتي على قبل على تختاروا الزوينات والخيبات، ما كاينش غير خيب، كلشي زين، البنات زوينين الرجال زوينين كلشي خلقهم الله سبحانه وتعالى خلقهم زوينين. انا نقول لك كاين على حسب السيناريو، على حسب السيناريو كاين بعض المرات تتقرا مثلا خصها واحد الدريه زوينه وهادي 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 خصها تكون هادي الدور تختار دريه زوينه، ولكن ما الا كانت خصها تكون وشارك الدور هذيك الدريه زوينه غتكون ممثله او غتكون فيغيرو انتيليجون، انتيليجون دريه زوينه هذه هذه تكون ولا عندها دور. الا كان عندها دور خصو ياخذوا بنت ممثله ماشي وحده عاديه كانت غير على الجمال ديالها وما عندهاش الغول ولا شي حاجه تيختار وحده، ما كاينش فرق. هذيك الدريه اللي غنقولوا حنا ما زويناش كلشي زوين تقول غير زعما على السيناريو، السيناريو تيقول بغينا واحد الدريه مثلا مسندره تتوقع تتقلب على الدريه مسندره بلا ما يركبوا لها السنان ويركبوا لها هادي ولا هادي ولا هادي تتقلب عليها وتجيبها. بغينا وحده مثلا سمراء، كاين في الغول كاينه
ديال فا سميتو بوبكدي في الفيلم الاخر ديالها، راه بغا الدريه تسمرين وجا بلا ما تصبغهم، حيت كاينه باغ برات تصبغهم تكون بيضاء تصبغها تولي سمراء، ولكن حنا هنا المغرب لا، بعض المرات الا كتب السيناريو على السمر تجيبوها، هذه لا لا علاقه زعما سميتو المخرج ولا المنتج على حسب السيناريو المكتوب، الا بغاو سمراء تكون سمراء، بغاو مراه عجوز راه تجيب عجوز، كاينه لا العنصريه ما كايناش ما بين السمر ولا هذه ولا هذه، هذه ما كايناش، ولكن انا تنقول لك هذه ما كايناش، واي فيلم حنا فيه ما كاينش، هذا على حسب هاد لي كاستينغ لي فوتو، كل واحد على حسب الدور ديالو تحط ليه يقول ديالو ما يقدر يكون هذا، يقدر ها هو ما يقدر ما تكون هذا 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 عادي، ما كاينش هذه العنصريه ديال السمر ولا هذه ما كايناش.